الكاتب الصحفي والبرلماني الأستاذ مصطفى بكري. مساء الخير يا سيادة النائب وأهلا بحضرتك. مساء الخير أستاذة دينا، أهلا بيك. أهلا بيك. يعني سيادة النائب، إيه اللي بيحصل جوه قناة الشرق؟ لو حضرتك متابعنا يعني، وأكيد حضرتك متابع طبعا اللي بيحصل هناك. نعم. يعني حالة من الفوضى، أيمن نور بدأ يبيع حلفائه اللي أو اللي كانوا حلفائه. من وجهة نظر حضرتك، توصيفك اللي بيحدث في قناة الشرق إيه؟ يعني إذا اختلف اللصوص ظهرت الجريمة. الحقيقة أن أيمن نور تاريخه معروف، تزوير وكذب وادعاء وخيانة وتآمر. من يدفع له مستعد أن يكون عبدا له وخائنا لوطنه. ظهرت حقيقته أمام هذه الشلة من الخونة عندما تراجع الدعم المالي المقدم لهم، وبدت أساليبه الاستبدادية في التعامل معهم، واستدعى الشرطة التركية وسلط البلطجي عليهم بصورة الحقيقة تعكس طبيعة ما يجري هناك. خرج البعض يندد ويتهم أيمن نور باتهامات نعرفها جميعا. اليوم آيات عرابي أيضا فاصل من الردح المعروف عنها ضد هذا الخائن. الخونة جميعا أصبحوا الآن في معركة مع بعضهم البعض، بينما مصر تحتفل بعرس الانتخابات وبالوحدة المصرية التي عبرت عن نفسها في أسمى تعبير بهذا الخروج الكبير للمصريين. هؤلاء الذين استغلوا منبرا إعلاميا وزعموا وادعوا بأن الشعب المصري لن يخرج وأن الشعب المصري غاضب، رد عليهم الشعب المصري صحيح. فإذا بهم في ذات اليوم الذي نحتفل به تنفجر القناة بكل ما فيها من عناصر، وأيمن نور يستخدم قوة البلطجة ولا يجد حتى إخوانيا يمكن أن يتعاطف معهم. وهذا يوضح الازدواجية والتآمر والخيانة حتى بين بعضهم البعض. صحيح. هذه الحقيقة صورة حقيقية لوقائع ما يجرى هناك. جايز أستاذ مصطفى، يعني احنا بنتكلم على ان هو ازاي جاب الشرطة لبعض الناس اللي بتعمل هناك، وان انتوا خلاص اقامتكم خلصت ولازم تترحلوا، ولكن في ناس الحقيقة هم كانوا باعوا اوريدي وطنهم بالفعل. يعني بتكلم عن معتز مطر مثلا، وبتكلم عن ايضا يعني بعض الناس اللي موجودة هناك. شايف حضرتك ازاي ان دول ضد زملائهم مع ايمن نور؟ يعني حتى لما بتحصل مشكله في مؤسسه معينه الناس كلها بتتكاتف مع بعض للعبور بالازمه، ولكن يبدو ان في ناس مش هممها لا بلدها ولا زمايلها ولا هممها اي حاجه، فتعليقك ليهم ايه او كلامك ليهم ايه؟ هؤلاء يبحثون عن الدولار، خانوا الوطن بسبب الدولار، وخانوا زملائهم ايضا بسبب الدولار، ومستعدين ان يخونوا اهلهم وناسهم بسبب الدولار. هؤلاء لا عاد لهم ولا كلمة لهم ولا مصداقية لهم. من يبع نفسه لأي أحد كائن من كان ويبع الوطن يستطيع أن يسلخ جلد أمه ويعزف عليه سمفونيته الخاصة. نحن الآن أمام عدم مصداقية معروفة، أمام غدر بين الخونة وبعضهم البعض بدأ واضحا الآن. نحن أمام معركة حقيقية يصطف فيها الخونة صفان، صف انتهازي خائن يقف مع أيمن نور، وصف أيضا خائن يتمرد الآن بفعل ما مارسه أيمن نور من بلطجة ومن استدعاء للشرطة التركية ومن منع الرواتب عنهم، رغم أنهم اتهموه شخصيا بأنه يحصل على ملايين الدولارات باسمهم، ولكنه يستخدمها ويوظفها لمصلحته الخاصة. كيف ترى المشهد ده يا أستاذ مصطفى ممكن ينتهي في قناة الشرق؟ هذه بداية النهاية. هؤلاء فقدوا كل مصداقية لهم منذ زمن طويل، وأيضا من يحتضنونهم قد ضاقوا ذرعا بسرقاتهم وبمشاكلهم وبأزماتهم. هؤلاء يعطون مؤشر على أن مثل هذه القنوات العميلة لا مستقبل لها. الحرب اشتعلت بينهم الآن، لأن من خان وطنه يستطيع أن يفعل أي شيء بعد ذلك، ولذلك أتوقع مزيد من التصعيد، بينما جماعة الإخوان الإرهابية تقف متفرجة وأمر لا يهمها كثيرا. المهم أن البوق يقف معها أيا كان الأمر ولو على جثث الآخرين. صحيح. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا النائب والكاتب الصحفي الأستاذ مصطفى بكري، شكرا جزيلا على مداخلة حضرتك. فعلا زي ما بيقول يعني أستاذ مصطفى، دي بداية النهاية خلاص، يعني قناة الشرق تقريبا بتنتهي.
وأيمن نور منتهي أصلا، فمش محتاج يعني كل الجدل ده.